بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 142. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم حديث للمؤلف رحمه الله عن بدعية صيام يوم الجمعة وقيام ليلته، وأن الثابت في ذلك هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم قال: وإن الحديث المأثور فيها موضوع، وأنها إنما حدثت في الإسلام بعد 104. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فقد سبق في آخر الحلقة السابقة أنه بعد 104 حصل ما حصل من انتشار البدع، وحصل ما حصل من اختلاط الأمور بسبب البعد عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما تأخر الوقت عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفشو الجهل وتكثر المحدثات والبدع، فلا بد من أخذ الحيطة والحذر في هذا الأمر، وهو أن لا يقبل كل ما قاله الناس من الترغيب في الأعمال وغيرها ما لم يعرف له دليل صحيح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد 104 فشى الوضع والوضاعون للأحاديث، وكثرت الحكايات في الفضائل وغيرها، فلا بد من التمحيص والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فأوصى صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالكتاب والسنة، ولا سيما كل ما تأخر الوقت وطال الزمان، فإنه يفشو الجهل ويكثر المبتدعة والضلال، فلا بد من أخذ الحيطة في هذه الأمور. وصيام يوم الجمعة ثبت النهي عنه في الصحاح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو قد روي في إفراده حديث فإننا نعلم أن هذا الحديث كذب لا أصل له. نعم. صلى الله عليكم. قال: ولا يجوز الحالة هذه، أي كونه إنما حدث تخصيصها بعد 104، لا يجوز أن يكون لها فضل، لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا سائر الأئمة، امتنع أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه والتابعون وسائر الأئمة. نعم. وهذا شيء معلوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بما شرعه الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا مما بينه الله له وأمره بإبلاغه للناس، فلا يأتي متحذلق
في آخر الزمان أو بعد المئة الرابعة، ويزعم أن هناك أمورا تستحسن وهناك أمور وأن هناك أمورا فيها خير وفيها مصلحة، فيضل الناس بهذا الكلام. نحن ولله الحمد على جادة واضحة، الحمد لله، تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بلزومها، وهي الكتاب والسنة. ففيهما الخير وفيهما الفضل، وما عداهما فإنه لا يقبل، وإن زينه من زينه، حسنه من حسنه من المبتدعة أو من الجهال الذين يريدون الخير لكنهم ليس عندهم علم يميزون به بين المشروع وغير المشروع. نعم، صلى الله عليكم. قال: وإن علموه امتنع مع توفر دواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنصيحة لهم، امتنع أن لا يعلموا أحدا بهذا الفضل ولا يسارع إليه واحد منهم. إذا جاء متأخر وزعم أن في بعض الأعمال فضيلة، نعم، فنقول له: هل حلمها السلف الصالح أو لم يعلموها؟ فإن قال علموها، قلنا: هل بلغوها للناس أو كتموها؟ نعم. فلا بد إما أن يقول إنهم بلغوها، فنقول له: أين المستند؟ أين المستند لك على أنهم بلغوا هذا؟ وإن قال إنهم لم يعلموها للناس، قلنا: إذن يلزم من هذا أن السلف الصالح كتموا العلم وأنهم لم يبينوا للناس، وهذا اتهام خطير. نعم. إذن فالسلف الصالح بلغوا ما حملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا لمن يأتي بعدهم مقالا. نعم. وإذا كان هذا الفضل المدعى مستلزما لعدم علم الرسول صلى الله عليه وسلم وخير القرون ببعض دين الله، أو لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم ألا يكتموه ولا يتركوه، وكل واحد من اللازمين منتف إما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع، علم انتفاء الملزوم وهو الفضل المدعى. نعم، الفضل المدعى يقال لمدعيه: نعم، هل علمه السلف أو لم يعلموه؟ وإذا علموا هل بلغوه أو لم يبلغوه؟ فإن قال لم يعلموه فقد اتهم السلف بالجهل. نعم. وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن قال علموه ولم يبلغوه اتهمهم بالكتمان، وأنهم كتموا شيئا من هذا الدين. وكلا الاحتمالين خطير وباطل، فهم علموا ما علمهم الله ورسوله وبلغوه للأمة ولم يكتموا شيئا ولم يقولوا شيئا من عندي أنفسهم. نعم، صلى الله عليكم. قال: ثم هذا العمل المبتدع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين أو عمل دين لغير الله سبحانه. نعم، العمل المبتدع لا يخرج من احتمالين: الاحتمال الأول أن ينسب إلى الشرع، أن ينسب هذا إلى الشرع فيكون من الكذب على الله ورسوله، لأن الشرع لا يدل على هذا الشيء. أو يكون الاحتمال الثاني أن لأصحابها أطماعا من ورائها ليترأسوا على الناس ويأكلوا أموال الناس بالباطل، وهذا ما عليه كثير من أئمة الضلال، فإنهم قد يعلمون أنهم على ضلال ولكنهم يريدون أن يترأسوا على الناس وأن يأكلوا أموالهم بالباطل، ولو لم يفعلوا هذا ظنوا أنها تذهب رئاستهم أو تنقطع أرزاقهم، وكل هذا من كيد الشيطان لهؤلاء. فالواجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الهدى والبيان. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. قال: ثم هذا العمل المبتدع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين أو عمل دين لغير الله سبحانه، والتدين بالاعتقادات الفاسدة أو التدين لغير الله لا يجوز. وأيضا هذا العمل المبتدع إما أن يعتقد أنه من دين الله عز وجل
وهو ليس من دين الله هذا ضلال، هذا ضلال وكذب على الله ورسوله. نعم. وإما أن يكون كما سبق القصد منه غير الله، غير الله جل وعلا، أن يكون القصد منه الرئاسة وأكل أموال الناس بالباطل، وأن يعظم الشخص ويتخذ مرجعا، وهذا أيضا خطير جدا، لأن هذا يكون ثمنا لدينه، يبيع دينه بدنياه. نعم. نعم. قال: فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرا لفعل ما لا يجوز. نعم، الآن هذه النتيجة من البحث السابق، أن هذه البدع التي أحدثت في الدين وألصقت بالدين هي من هذا القبيل، هي من هذا القبيل الذي إما أن يكون لأصحابه مطامع يعيشون من ورائها، وإما أنهم يتهمون السلف بالتقصير وكتمان شيء من الدين لم يبينوه للناس حتى جاءوا هم وبينوه وأظهروه، وكلا الاحتمالين خطير جدا. نعم. فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرا لفعل ما لا يجوز، فأقل أحوال المستلزم إن لم يكن محرما أن يكون مكروها. نعم، هي لا تخرج عن دائرة البدعة، وهذه البدع منها تتفاوت، منها ما يصل إلى حد الكفر والشرك كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، وظن هذا من محبة الصالحين ومن الاستشفاع بهم، إلى غير ذلك من الشبه. وقد تكون البدعة بدعة دون الشرك والكفر لكنها ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة. نعم، لا تخلو إما أن تكون تصل إلى حد الكفر أو تصل إلى حد أو تصل إلى حد الضلال، كل بدعة ضلالة، أو تصل إلى حد المحرم الذي لا يصل إلى حد الكفر. نعم. ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب من التعظيم والإجلال، وتلك الأحوال أيضا باطلة ليست من دين الله. نعم، وكما سبق أن لأصحاب البدع الذين أحدثوها لهم حظ لنفوسهم من الرئاسة والاسترزاق وغير ذلك والتعظيم. نعم. وربما أراد تعظيم وإجلال تلك الأعمال، يعني كتعظيم ليلة الجمعة أو يوم التخصيص أو الأعياد التي تبتدع، هذا من يعني تعظيم الذي لم يشرعه الله، تعظيم الجمعة بما لم يشرعه الله، أو تعظيم رمضان بما لم يشرعه الله، أو أي تعظيم لم يشرعه الله، حتى ولو كان هذه الأيام أو هذه الشهور أو هذه الأوقات أنها معظمة عند الله ورسوله. من جهة أخرى معظمة عند الله ورسوله، لكن نحن لا نحدث شيئا زائدا عما شرعه الله ورسوله فيها، ونقول هذا من تعظيمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولو فرض أن الرجل قد يقول: أنا لا أعتقد الفضل، فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والإجلال. لو تظاهر مرتكب البدعة وقال: أنا لا أريد منها الفضل لأن يعلم أنها بدعة، ولكن يعملها لغرض دنيوي أو لأمر من الأمور، ويظن أن هذا أمر سهل لأنه لا يعتقد لها فضلا ولا أنها مشروعة، لكن يعملها إما من باب المجاملة للناس ومجاراة الناس، وإما لأنه يستحي أن يخالف الناس أو نحو ذا، أو أن يسيء به الظن أو ما أشبه ذلك، أو يتهموه بأنه متشدد وأنه فالمسلم لا ينظر إلى هذه الأمور، لا ينظر إلى هذه الأمور فيجامل في البدعة. نعم. قال: لو قال لا أعتقد الفضل، فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والإجلال. نعم، هو لا يظهر عبادة مبتدعة ويعتقد أنه لا يعتقد فيها فضل، لكن قلبه لا يخلو
لا يخلو من اعتقاد أن هذا له فضل إلا إن كان مجنونا. نعم. وأما العاقل فلا يقدم على شيء وهو لا يرى أن له ميزة. نعم. نعم. قال: والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد، ولو أنه وهم أو ظن أن هذا الأمر ضروري فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع مع ذلك أن تعظمه. نعم. هو التعظيم هذا قد يكون في الظاهر قد يكون في الباطن، والباطن لا بد منه أبدا، لا بد من التعظيم في الباطن. نعم. لا تخلو منه النفوس، أما في الظاهر قد يوجد التعظيم في الظاهر وقد لا يوجد، لكن في الباطن لا بد من وجوده، فهو لا يفعل فعلا أو يقول قولا إلا وهو يعتقد أن هذا القول أو هذا الفعل له مزية. نعم. ولكن قد تقوم بها خواطر متقابلة، فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه، ومن حيث شعوره بما روي فيه أو بفعل الناس له أو بأن فلان وفلان فعلوه أو بما يظهر له فيه من المنفعة يقوم بقلبه عظمته. نعم. قد يرى من أنه غير مشروع أو ليس فيه فضل إذا نظر في الأدلة، إذا نظر في الأدلة الشرعية، ولكن هذا لا يزيل من قلبه محبة هذه الأشياء إلا بقوة الإيمان وقوة الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله. نعم. فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله، وأنها تورث القلب نفاقا ولو كان نفاقا خفيفا. نعم. هذه البدع شر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير منه صلى الله عليه وسلم. فهذا يقتضي أن البدع لا خير فيها لا ظاهرا ولا باطنا، وأن من يزاولون هذه البدع وإن كانوا يقولون نحن لا نعتقد أن فيها فضيلة، ولكنهم في قلوبهم لو لم يعتقدوا فيها فضيلة لما أقدموا عليها. فمثلا بدعة المولد، كثير ممن نوقشوا منهم يقولون حنا لا نعتقد أنها عبادة وعلى أنها فضيلة، لكننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نقيمها محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن في قلوبهم محبة لهذه الأشياء، وإن تظاهروا بأنها ليست عبادة وإنما هي من باب المحبة للرسول فقط، فنقول الذي يحب الرسول حقا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول حذر من البدع، حذر من البدع وأنذر منها، وأعاد وأبدى صلى الله عليه وسلم، فالذي يحب الرسول يتبعه. ولهذا يقول الشاعر: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، وهذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحبة تقتضي الطاعة والاتباع ولا تجيز الابتداع أبدا، لأن الرسول لا يرضى بالبدع، فكيف أنت تفعل شيئا لا يرضاه الرسول وأنت تزعم أنك تحبه؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال: فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله، وأنها تورث القلب نفاقا ولو كان نفاقا خفيفا. نعم. وهذا من مفاسد البدع، أنها تورث في القلب نفاقا. نعوذ بالله. وهذا النفاق قد يكون نفاقا غليظا وقد يكون خفيفا، المهم أنها لا تأتي بخير، والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر. نعم. ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل أو عبد الله بن أبي لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إليهم وسلطانه عليهم، فإذا ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بين نقصه أو أمر بإهانته أو قتله، فمن لم يخلص إيمانه وإلا يبقى في قلبه منازعة بين طاعة الرسول التابعة لاعتقاده الصحيح واتباع ما في نفسه من الحال التابع لتلك الظنون الكاذبة.
نعم، قد يكون بعض الناس يعظم أئمة الكفر كأبي جهل و عبد الله بن أبي، رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فهو يعظمهم، ولكن إذا سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذمهم فإنه لا يتظاهر بمعارضة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون هناك معارضة في قلبه، أعوذ بالله، معارضة في قلبه، لأن حب هؤلاء لم يزل من قلبه، وذلك لضعف إيمانه. نعم. قال وأمر بإهانته أو قتله. نعم. بعضهم قد يجد ذلك إذا قرأ قوله عليه الصلاة والسلام من لب ابن الأشرف، هذا رأس اليهود. نعم. فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان. من علم ما سبق من الكلام علم أن البدع لا خير فيها قط، لأنها محشوة بالسموم كالطعام المسموم الذي طعمه لذيذ لكنه مسموم يقتل. كذلك البدع قد تكون مظاهر دينية ومظاهر محبة للرسول ومظاهر لتعظيم الإسلام وما أشبه ذلك، لكن هي سموم قاتلة لأنها أمور محدثة في الدين وليست منه. نعم. ولهذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر. نعم، أو هي بريد الكفر، فالبدع فيها نوع من الكفر، الكفر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذين يعملون البدع وهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها كأنهم يكفرون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ليس حقا، وإلا لما ارتكبوا هذه البدع. نعم. قال وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر فيه، قوله نوع كفر يعني ليس المراد الكفر المخرج من الملة. نعم. قد يكون هذا وقد يكون دونه الكفر الأصغر. نعم. وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا متمزية لها في الشرع. نعم، كل ما نهى عنه الشارع من العبادات فلا خير فيه، وإن فعله من فعله يريد الأجر وأنه عبادة لله فنقول هذا ليس عبادة لله، وإنما هو عبادة للشيطان وعبادة للهوى، فالذي يعبد الله حقا يتبع ما أمر الله به ورسوله. نعم. ولا يتبع ما استحسنه هو أو استحسنه فلان أو عمل به البلد الفلاني، فإن هذا تقديم لقول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قول الرسول. نعم. قال هذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع إذا جاز أن يتوهم لها مزية، كالصلاة عند القبور أو الذبح عند الأصنام ونحو ذلك. نعم، هذا الكلام يطرد في كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها لا خير فيها، وإن ظن بعض الناس أن فيها بعض الخير أو بعض الفائدة كالذبح عند القبور، يقول هذا لإطعام المساكين وهذا فيه لحم وهذا فيه تعظيم لأولياء الله، تعظيم لأولياء الله ومحبة لأولياء الله وما أشبه ذلك، فهذا هو الذي قاله المشركون من قبل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالحاصل أن الإنسان لا ينساق وراء ما يظهر له من المحاسن أو ما يظهر له من أن الناس إذا عملوا هذا الشيء، بعضهم يقول هذا يعمله المسلمون وما عمله المسلمون صحيح فهو عمل صالح، نقول له لا، المسلمون لا يعملون هذا، إنما يعمله بعض. نعم. بعض المسلمين أو حتى كثير أو كثير من المسلمين، أما قولك أن هذا ما عمله المسلمون حق وأن ما رآه المسلمون حسنا هو عند الله حسن، والناس يقيمون الموالد في العالم الإسلامي، فهذا دليل على أنها حق، ونقول له كلا. نعم. هذا لا، المسلمون لم يجمعوا عليه، بل المسلمون بالمعنى الصحيح
وسلفهم الصالح ينكرون هذه البدع. وأما الغوغاء وعامة الناس أو الجهال أو أهل الضلال أو ضعاف الإيمان فهؤلاء لا عبرة بهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قبل نختم في ما ذكره في الدعاء الصلاة عند القبور وعشرة من الذبح. نعم. الآن هناك من يتبع الجنازة بما يتصدق به، يسقي من يقومون على الجنازة ويتبعونها، هو داخل في النهي لأنه قرب عند القبر أو لا؟ هذه بداية سيئة، يعني كونهم يحملون، ما عثر أن السلف أنهم يتزودون بالماء إذا ذهبوا مع الجنازة ويحملون معهم الماء. وإذا فتح هذا الباب جاء الطعام وجاء الغداء والعشاء عند القبور وجاءت الصدقات، اتخذت المقابر محلا للعبادة، هذا أمر لا يجوز. والذي يضمع يخرج ينصرف ويشرب. نعم. لكن السقيا عند القبر هو من التصدق عند المقابر، هو نوع من التصدق وفتح باب أيضا، وشيء لم يفعله السلف لا نفعله، ولا نقول هذا فيه خير، فنقول الخير فيما شرعه الله ورسوله، الخير في اتباع ما شرعه الله ورسوله، وأيضا ما فيها ضرورة إلى هذا الشيء. الذي يضمع يخرج ويشرب، يشرب ينصرف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، مع صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.